وننوه مشاهدينا الكرام بهذا الخبر العاجل، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل. استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات والاتصالات المهمة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع عدد من القادة الدوليين، وما تناولته تلك الاتصالات من بحث لسبل دعم وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وأكد دكتور مصطفى مدبولي أن هذه اللقاءات تعبر بوضوح عن موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وكذا ما يؤكد عليه دوما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهمية بذل الجهود كافة للتعامل مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يضمن عدم اتساع رقعة الصراع بالإقليم ووضع حد للحرب في قطاع غزة، مع اطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل وصولا لمسار سياسي شامل يحقق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتحقق به السلام والأمن والتنمية للأطراف كافة بالمنطقة. هذا وانتقل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع للحديث عن الموضوعات التي تطرق إليها اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد هذا الأسبوع، كما استعرض نتائج عدد من الاجتماعات التي تمت في هذا الأسبوع، خاصة ما يتعلق بملف الطاقة وزيادة الانتاج من المواد البترولية وتحفيز الشركاء الأجانب، وكذا ما يخص ملف السياحة وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية وغيرها من الملفات المهمة. هذا وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقديم التعازي في وفاة السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق الأمين العام السابق لجماعة الدول العربية، ومشيرا إلى أننا فقدنا قامة من قامات العمل الوطني والعربي والدولي.